كل الناس بتتساءل دلوقتي من هو المدير الفني القادم لنادي الزمالك. المنافسة ما بين خالد جلال وميدو. ميدو أعلن دلوقتي إن هو الفترة الجاية مش هيكون موجود أو مش هيشتغل في نادي الزمالك، وحديثه عن نادي الزمالك مش عشان يشتغل. إذن الأقرب بنسبة 99% هو الكابتن خالد جلال لتدريب نادي الزمالك، والله أعلم. الأفضل أجنبي ولا مصري؟ لا مصري. مصري. مصري أه. في الفترة الحالية. ميدو ولا الكابتن خالد جلال؟ لا ميدو. ميدو. ميدو طبعا. أنا بالنسبة لي الفترة ديت واللعيبة الموجودة دي عايزين شخصية زي شخصية ميدو. دي وجهة نظري الشخصية. يعني ميدو الأقدر دلوقتي إن هو يرجع بالزمالك وباللعيبة دي. بالظبط كده. من وجهة نظري. هم عايزين شخصية قيادية في الملعب، اللعيبة دي مش محتاجة شغل فني في الملعب أو مستر فيرا كان بيديهم كل حاجة. بس هم محتاجين، انا من وجهه نظري محتاجين شخصيه قويه زي ميدو. هو اللي يقدر يعدي بيهم المرحله دي. طيب اللقطه اللي احنا هنعرضها لحضراتكم دلوقتي هي لقطه حكم في مباراه النهارده المحله والاسماعيلي. اللقطه اللي لاينز مان اخذ قرار ان هي تسلل. شوفوا حاله الترقب وحاله الانتظار لحين قرار الفار عامله ازاي. ده هدف، الراجل قال تسلل. بص اللاينز مان ده الهدف وهو ادى الكورة، لان الراجل ممكن تدخل. بص اللاينز مان في انتظار عالمي بصراحة. الراجل مستني تيجي الثانوية عامة. كابتن محمد القاضي تحية كبيرة جدا لي جدا الحقيقة، وتعبير اعتقد هو يعني الاحلى والاجمل الشهر ده، ولكن الراجل مستني نتيجة الفار لتؤكد كلامه، وكل التقدير وكل احترام ليه طبعا. الفار ادى نفس قراره. حازم شرفتني ونورتني. ربنا يخليك كابتن سيف، انا اللي مبسوط ان انا كنت مع حضرتك. انا بتشرف دايما بوجودك معايا والله. انا اللي بتشرف دايما والله كابتن. ربنا يخليك.